توافق إيراني تركي على دعم الميليشيات في ليبيا واليمن. تبادل أسرى بين الحوثي والجيش في مأرب. عناصر حوثية تغلق بوابة مبنى مجلس النواب بالسلاسل والأقفال. ندوة نقاشية حول مخاطر تسرب خزان صافر على بيئة البحر الأحمر. أسرة محمد قحطان تجدد المطالبة بإطلاق سراحه وتؤكد منع الحوثيين التواصل معه. تنظيم القاعدة يعرض أسرى حوثيين في صفقة تبادل.